تحية سام نار الخير، وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول في منطقة الطلب الرئيسية للسام اللي ما بين مستويات 49 لمستويات 52؟ أول بالنسبة لنا هدف للسام هو العودة مرة أخرى في مستويات 55، وهنا هنكسر الوتد الهابط وتتعزز النظرة الإيجابية بالنسبة لنا، ولكن النظرة الإيجابية هيكون بتتعزز أكتر وأكتر عند اختراق مستويات 60، وده الهدف الثاني بالنسبة لنا حتى يكون المجال مفتوح أمامنا نحو الهدف الأول اللي عند مستويات 70 لحد مستويات 75 قرش. وللعلم مش هيكون الهدف الأول، وهيكون هناك أهداف، ولكن خلينا نمشي مع الأمور خطوة بخطوة. عندنا منطقة مفتاحية مهمة مستويات 55 56، عايزين نستقر فوق منها. هدفنا الحالي هو التارجت اللي عند مستويات 60 قرش، اللي العودة والاستقرار فوق مستويات 60 قرش هتفتح المجال قدامنا أكتر وأكتر نحو الهدف الأهم اللي عند مستويات 70 لحد مستويات 75، ولن يكون الهدف الأخير لسه اللي ما زال له المزيد من الأهداف الصعودية. ولكن إحنا دايماً بنحط السيناريو السلبي، عملت إيه ونزلت على شكل إي بي سي بي، فأطلع بي سي، هل هتتحول معايا الموجة دفع؟ ما أعرفش، فضلت خدت إي بي سي، فأنا رايح للهدف بتاعي اللي عند مستويات 70 ل 75، أتوقع يحصل عنده جني 4، وبعد كده هنقيم حركة التصحيح. وطبعاً إحنا ما بنخرجش إلا لما نشوف إشارة خروج، وبالتوفيق.